انت تستعبط يالا ولا ايه؟ سبحان الله، واضح برضه باشمهندس ان انت نسيت اسمي. انا اسمي جابر ابو المكارم. بلاش ولا دي عشان بتزعلني، وانا عارف انها مش قصدك. ولا انت تخسري قوي في ياض ولا ايه؟ انت قاعد تقول الحاج كان عايز منك ايه؟ هتروح للحاج وسيبك مني انا خالص. اوعى تخليني احطك في دماغي. يا ريت يا ريت يا باشمهندس تحطني في دماغك، على الاقل تفتكر اسمي جابر ابو المكارم. طيب يعني انت مش هتقول الحاج كان عايزك في ايه؟ طب اسمع يا باشمهندس. قول. الحاج شادي ربنا يبارك لنا فيه، يطول لنا في عمره، قول امين. امين. موجود في المستشفى، ما تروح له يحكي لك على كل حاجه، على الاقل تريح بالك. واضح ان رايي ما عجبكش. ماشي يا جابر. طيب انا هديك اخر فرصه، يمكن تكسبني عشان ما تخسرش كل حاجه. اللي مع ربنا يا باشمهندس يمشي على الميه، وانا قلت اللي عاد. هسألك السؤال بشكل مختلف خالص، وكل اللي عليك يا تقول اه يا تقول لا. أمرني. الحاجة اللي طلبها منك الحاج تخص واحدة اسمها ليلى. سبحان الله، نسيت كل حاجة فجأة. تصدق؟ أصدق؟ بس انت كده تخسر يا جابر. خساره، كان نفسي اكسب. مش مهم يا باشمهندس، تتعوض مره تانيه. ها تأمرني بحاجه؟ السلام عليكم.